يسأل عن الآية الكريمة في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية واضحة، يسألونك عن الروح، ما حقيقة الروح التي يتحرك بها الحيوان والإنسان، وإذا قبضت منه فإنه يصبح جثة هامدة لا حراك فيها، ما حقيقة هذه الروح؟ أمره الله أن يقول قل الروح من أمر ربي، فلا يعلم حقيقة الروح إلا الله سبحانه وتعالى.